السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن المبرمجة المعروفة RT809F، وهذه المبرمجة OZP2010. أحببت أن أتطرق لهذا الموضوع لأن تأتيني العديد من الأسئلة حول هاتين المبرمجتين، أيهما أفضل؟ هل OZP تدعم جميع الفلاشات والإبرومات؟ RT كذلك؟ أيضا سوف أقوم بفتحهم الاثنان، نتعرف عليهم من الداخل لنرى المكونات. هذا كله لكي من أراد شراء هاتين المبرمجتين تكون لديه خلفية عنهما. إذا هذا هو شكل المبرمجتين من الداخل، هذه هي OZP2010 وهذه RT809. OZP تحتوي على IC واحد فقط، هذا هو. تحتوي على مكونات إلكترونية يعني ليست بالكثيرة، البوردة من الأسفل لاحظوا ليست عليها مكونات إلكترونية، وهذه بطبيعة الحال بوردة RT، لاحظوا تحتوي على العديد من المكونات الإلكترونية، ومن أسفل البوردة أيضا. الله أكبر، بوردة RT تحتوي على 3 ICs، هذا IC الإبروم، وهذا هو الكنترول المتحكم في المبرمجة، وهذا IC هو لقراءة الفلاشة أو الإبروم سواء عن طريق VGA كابل VGA أو السوكت أو HDMI، وهذا هو الكنترول الذي يربط هذا المبرمجة ككل مع الحاسوب لكي نستطيع الكتابة والقراءة على الإبروم والفلاشة بواسطة برنامج نقوم بتنصيبه على الحاسوب. وهذا IC عندما يقرأ الفلاشة أو الإبروم يرسل الداتا أو المعلومات إلى الكنترول، والكنترول يحلل تلك المعلومات ويرسلها بدوره إلى الحاسوب لكي بواسطة برنامج في الحاسوب نستطيع القراءة والكتابة على الفلاشة ومعرفة يعني هوية الفلاشة، الID الخاص بها، نوعها أو الماركة أو الشركة المصنعة، هذا كله بواسطة هذا المايكرو كنترولر الذي ومن الأسفل لاحظوا يوجد مكونات إلكترونية، ترانزستورات ومقاومات ومنظم للجهد، وأيضا يوجد 2 من الكريستالات، كريستالة للكنترول هذا وكريستالة لهذا IC الكبير هذا. إذا كجودة تصنيع لهذا المبرمجة فهي جيدة. أما OZP2010 حتى هي جودة تصنيع لا بأس بها، ليست بالسيئة. طبعا RT809 هي الأحسن والأفضل بالمقارنة مع OZP2010، فالRT تتعرف على العديد من الإبرومات والفلاشات، بالنسبة OZP فهي محدودة لا تتعرف على الجميع، بعض الفلاشات أو العديد من الفلاشات والإبرومات لا تتعرف عليها، وهذا لا يعني على أنها سيئة، حتى هي يعني تنفع أصدقائي. بالنسبة للفلاشات 8 أرجل فهي فعالة جدا، أما RT تبقى دائما هي الأفضل. بصراحة لا مجال للمقارنة، أردت أن أعمل أو أن أوضح هذه الأمور من خلال هذا الفيديو لكي تكون عندكم يعني خلفية في هذا الموضوع لمن أراد يعني شراء واحدة من هذه المبرمجتين، يعني يفكر جيدا. وأنا الآن أحطكم يعني في الصورة الكاملة. والجميل أيضا في هذه المبرمجة هو يمكننا قراءة الإبروم في البوردة، كمثلا هذا التيكون، هذا الإبروم يمكننا قراءته بواسطة تلحيم أسلاك في هذا النقاط SCL والSDA على هذا الشكل، وأيضا عمل جي تاك لبعض الأجهزة كمثلا هذا البوردة لجهاز تلفزيون سامسونج، يمكننا تلحيم أسلاك هنا يعني بعمل هذا السوكت على هذا الشكل، تركيب هذا السوكيت وتلحيم هذا الأسلاك، سواء كنا نريد نعمل جي تاك أو قراءة الإبروم
بعض الأصدقاء سألوني هل تقرأ الناند فلاش؟ نعم يمكن قراءة الناند فلاش بواسطة الـ RT809F وذلك بتركيب قطعة أخرى تضاف إليها. تلك القطعة تركب فيها أو يركب فيها سوكيت الناند فلاش. مصدر المبرمجة فهو معروف من شركة iFixx. أما بالنسبة للـ OZP فمصدرها غير معروف وكلهم يصنعون في بلد واحد وهو الصين. ثمن الـ RT يتراوح بين $40 و$50، أما ثمن الـ OZP ما بين $7 و$10. نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.